أشواط الزمول المفتوحة وبصوت الزميل عبد الرحمن بن هديان العتيبي واصفا ومعلقا على أول أشواط الزمول. العدو مغيار ونسى في منادمها نفيسة في مغانمها شكرا للزميل عون الهاجري. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء عبر القنوات السعودية الرياضية، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بأجمل وأطيب تحية وتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان الملك عبد العزيز، ثامن أيامنا من ضمن هذا الختام الكبير، الختام في هذا المهرجان الكبير والمهرجان الغالي على قلوب الجميع، مهرجان الملك عبد العزيز. طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته يا رب العالمين. متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء، انطلق ثاني أشواطنا في هذا المساء. شوط الرئيسي الخاص بالزمول فحول المستقبل، 8 كيلومترات الحاضرة في هذا المساء. متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء، مقدمة الشوط المركز الأول، هنا شعار هجن الشحانية مع مقدمة الشوط يقدم لنا منيف، منيف بالشعار الأدعم بالشعار هجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن جابر بن فاران. يتقدم الشبل، يتقدم الشبل بينما المركز الثاني وصل في هذه اللحظات، وصل شعار هجن الاتحاد خاطفة نوش الشانية خاطفة نوماس الشوط الرئيسي للحيل بشعار هجن الاتحاد الآن يبحث عن النقطة الثانية مع انطلاقة شاهين. هجن الاتحاد بمتابعة منصور بن سعد بن محمد بن قذل الأحبابي أحد الخبراء في عملية التضمير. المركز الثالث وصل في هذه اللحظات، وصل مالك السرمد، وصل النادر سمو الشيخ الذياب بن سيف بن محمد آل نهيان على المركز الثالث. يقدم لنا النادر على المستوى المركز الثالث الصادق فضل الأمين، يتابع النادر في عملية التضمير. المركز الرابع القدوم والحضور من الواصل، حضر حضر الواصل جمعان بن مطلق بن سعد العازمي على المستوى المركز الرابع. المركز الخامس وصل في هذه اللحظات، وصل شعار هجن الشحنية يقدم لنا في هذه اللحظات منيف، منيف بشعار هجن الشحنية جابر بن سالم بن جابر بن فاران، يتابع منيف ولكن العودة إلى وذنان، وذنان مع مقدمة الشوط، وذنان مع صدارة الشوط بشعار وذنان مع مقدمة الشوط بشعار هجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن جابر بن فاران. يقدم لنا وذنان، يقدم لنا وذنان على المستوى المركز الأول، بينما المركز الثاني القدوم والحضور من النادر سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان.
الحسان الصادق فضل الأمين يتابع النادر في عملية التضمير المركز الثالث. القدوم والحضور من شاهين هجن الاتحاد منصور بن سعد بن قذل الأحبابي في عملية التضمير المركز الرابع. الواصل جمعة بن مطلق بن سعد العازمي على المستوى المركز الرابع يقدم لنا الواصل المركز الخامس. القدوم والحضور من شعار منيف هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران يتقدم الشبل في عملية التضمير مع المركز الخامس. ولكن العودة إلى مقدمة الشوط وإلى وذنان وإلى وذنان بالشعار الأدعم بالشعار الأدعم بشعار هجن الشحانية مع انطلاقة وذنان 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 شعار هجن الشحانية مع انطلاقة وذنان. سالم بن جابر بن فاران يتابع وذنان في عملية التضمير بينما المركز الثاني القدوم والحضور من شعار هجن الاتحاد على المركز الثاني يقدم لنا شاهين يقدم لنا شاهين بشعار هجر الاتحاد منصور بن سعد بن قذل الأحبابية. الأحبابي يتابع شعار هجر الاتحاد مع المركز الثاني مع انطلاقة شاهين. المركز الثالث النادر النادر بشعار سمو والشيخ ثياب بن سيف بن محمد بن خليفة آل نهيان يتقدم مع انطلاقة النادر بمتابعة الصادق فضل الأمين على المستوى المركز الثالث. المركز الرابع القدوم وراء شعار هجن الاتحاد مع انطلاقة شاهين هجن الاتحاد منصور بن سعد بن قذل الأحبابي. الأحبابي يتابع يراقب شعار هجن الاتحاد لأول ظهور في هذا المهرجان الكبير المهرجان الغالي على قلوب الجميع مهرجان الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته يا رب العالمين يا رب العالمين. نرحب بجميع الضيوف من أتوا من أجل هذه المشاركة. المركز الخامس شعار الأدعم مع منيف هجر الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران يتابع منيف على مستوى المركز الخامس. العودة إلى شعار الأدعم منذ الانطلاق مسيطر مع انطلاقة وذنان شعار هجن الشحانية الذهبي بن فاران الذهبي سالم بن جابر بن فاران يتابع وذنان في عملية التضمير بينما المركز الثاني هجن الاتحاد على المركز الثاني يقدم لنا شاهين منصور بن سعد بن قذلة الأحبابي يتابع يراقب شعار هجن الاتحاد المركز الثالث. القدوم من النادر بشعار سمو الشيخ الذياب بن سيف بن محمد آل نهيان مع انطلاقتي واندفاعة النادر ولكن حضر منيف على المستوى المركز الرابع مع شعار هجن الشحانية مع انطلاقة منيف والشعار هجن الاتحاد مع انطلاقة شاهين. العودة
العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى شعار الشحانية، إلى شعار الشحانية مع انطلاقتي في هذه اللحظات، مع انطلاقتي واذنان واذنان واذنان. الشعار الأدعم، الشعار الأدعم، هجن الشحانية، هجن الشحانية مع المركز الأول، مع مقدمة الشوط. يا سلام يا صراع السمول، يا صراع السمول، يا سلام واذنان. ولكن شعار الاتحاد خطير، شعار الاتحاد مع شاهين، شاهين على المركز الثاني والثالث. يا سلام منيف على المركز الرابع بالشعار الأدعم، الكيلو متر الأخير ودقة أجراس، الكيلو متر المثير. انطلق شعار هجن الاتحاد مع انطلاقة شاهين، ولكن منيف 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 بشعار هجن الشحانية، شعار الأدعم مع منيف المركز الثالث، شاهين هجن الاتحاد. ولكن العودة، العودة ما بين منيف ما بين شاهين وشاهين. يا سلام يا صراع الزمول، شوط رئيسي للزمول. يا سلام يا سلام منيف منيف، انطلق الشعار الأدعم، انطلق شعار هجن الشحانية، هجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن فاران. عاد شهيد، عاد شهيد، عاد من جديد من أجل النوماس، من أجل انتصار هجن الاتحاد، هجن الاتحاد، هجن الشحانية. الأمتار الأخيرة، الأمتار المثيرة، ولكن انطلق شهير، انطلق شعار هجر الاتحاد أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة بشعار هجر الاتحاد. يحتكر الأشواط الرئيسية مع الشهنية ومع شهير بالشعار هجر الاتحاد بمتابعة أحد الخبراء في عملية التضمير، منصور، منصور بن سعد بن قذلة، بن قذلة الأحبابي. ستانينا والنوماسي مالك شهير بشعار هجر الاتحاد المركز الثاني. ثانيا منيف بشعار هجر الشحانية، الشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث شاهين بشعار هجر الاتحاد، منصور بن سعد بن قذلة الأحبابي أيضا يضمر شهيد على المركز الثالث. المركز الرابع، رابع الأسماء ورابع التحديات، الوصول من النادر سمو الشيخ ثياب بن سيف بن محمد بن الخليفة آل الهيان. والمركز الخامس على ما يبدو لي شعار هجن الشحانية مع وذنان. إذا متابعينا الكرام، مشاهدي الأعزاء، شوط مثير وكان من نصيب شهير بشعار هجن الشحانية. 13 دقيقة 4 ثواني و 89 جزء من الثاني. مشكور بمنصور بن سعد بن قدر الأحبابي من يتابع شاهين في عملية تضمير. مركز الثاني منيف بشعار هجن الشحانية، يتابع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري من يتابع منيف في عملية تضمير. والتوقيت الزمني لمالكي شعار منيف 13 دقيقة 8 ثواني و 82 جزء من الثاني. مركز الثالث شاهين أيضا بشعار هجن الاتحاد 13 دقيقة 10 ثواني و 48 جزء من الثانية. وأيضا منصور بن سعد بن قذلة الأحبابي. المركز الثالث النادر سمو الشيخ ثياب بن سيف بن محمد بن خليفة آل الهيال. وخامسا وذنان شعار هجن الشحانية. متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، تهانينا والنماس لمالك شعار شاهين بشعار هجن الاتحاد بمتابعة منصور بن سعد بن قذلة الأحبابي. متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، أشواطنا مستمرة، شوطنا انطلق ثالث أشواطنا في مساء هذا اليوم. وشوط الحيل والزميل المعلق المبدع دائما وأبدا سلطان بن يحيى العطوي، واصفا ومعلقا على مجريات هذا الشوط. شكرا للزميل عبد الرحمن العتيبي وعون الهاجري الذين سبقوني بالوصف والتعليق على أشواط